تعطي المعلومات الآمنة اللحظية وتنفي السعادة. الهدف من إعداد السعادة عمليات مسح الأراضي على المستوى الوطني بلغت نسبة متقدمة، وجب علينا العمل عليها خاصة في المناطق الحضرية التي لم يتم فيها بعد أشغال المسح العام. وبعد أن أصبحت عملية تسليم المعلومات المسحية تتم بصفة آلية ورقمية في جل هياكلنا الخارجية بطريقة وجب عليكم العمل على تعميمها في كل المصالح المنضوية تحت سلطتكم، وذلك بالوقوف على تنفيذ تعليماتنا الخاصة برقمنة قطاع الأملاك الوطنية، كما يجب عليكم الآن الوقوف على القيام بالتحليلات المرافقة لكل العمليات العقارية من أجل الحصول على قاعدة بيانات محينة تعكس الواقع الميداني. تقييم نشاطات ملاك الدولة الحفظ العقاري ومسح الأراضي، لا سيما ومن خلالها المحور رقم واحد هو الاهتمام بعملية الرقمنة ومتابعتها ومدى تنفيذها كل الإطارات المركزية حضرت، وعندنا 12 مدير جهوي الذين يمثلون مختلف ربوع الوطن راهم حاضرين هنا معنا لتقييم النشاطات والدفع بقطاعنا إلى مراتب أعلى بإذن الله.